بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية محليا، وفريق الإسماعيلي حقق فوز مهم على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الإسماعيلي لنقطة 29 في المركز ال 14، وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري. محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك هيعمل النهاردة أشعة لتحديد مدى حجم إصابته في الركبة، وده بمعرفة الجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة. بعثت فريق الكرة بالنادي الأهلي وصلت امبارح من تونس بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3-0، ده بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة اللي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس. محمد الضوي كريستو لاعب النادي الأهلي مرجعش للقاهرة مع بعثة فريقه امبارح، وانضم للاعب للمعسكر منتخب بلاده اللي بيستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب للأرجنتين يوم 20 مايو. منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي فاز على كيرغستان بنتيجة 6-2، وده في إطار مباريات كأس العرب. أحرز الأهداف كل من عبد الرحمن حسن الشافعي هدفين، ومصطفى صاصة هدفين، وحسان محمد والحسيني طه. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51-29، ده في ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة. مانشستر يونايتد استعاد الانتصارات في الدوري الانجليزي بعد فوزه على ضيف فريق ولفرهامبتون بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب اولد ترافل ضمن منافسات الجوله 36 من بريمير ليج، ورفع مانشستر يونايتد رصيده ل 66 نقطه في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطه في المركز ال 13. فريق بروسيا دورتموند حقق فوز كبير على بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وده ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الألماني، وبيحتل بروسيا دورتموند وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 67 نقطة، بينما يحتل مونشنجلادباخ المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة. فريق ميلان الإيطالي تلقى هزيمة مفاجئة أمام سبيزيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت باستاد البورتو بيكو، ده ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، وبيحتل الروسيوني المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، لكن سبيزيا في المركز الـ 18 برصيد 30 نقطة. فريق ريال مدريد حقق الفوز على نادي ختافي بنتيجة 1-0، ده في المباراة اللي جمعته امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني، هدف المباراة الوحيد أحرزه ماركو أسينسيو في الدقيقة 70، وبالنتيجة دي استعاد ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد ختافي في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضيه، هرجع مره تانية لجمانه وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.